سلامة الصدر. ريح نفسك مما يأكلك في صدرك ومما يأكل في قلبك، وتعامل مع الله، اجعل القلب سليما لله، صفه لأنه محل نظر الله، واجعل ما بينك وبين عباد الله لله. إذا جاء الناس إلى فرن قالوا هذا الجاه عندك، سامح، فاعلم أن قدر الله ووقاره أعظم من عباد الله، لأن الذي يدعوك إلى السماء هو محمد صلى الله عليه وسلم يرضى عنك ربك. هيئ نفسك لصفاء قلبك، هيئ نفسك لصفاء قلبك، هيئ نفسك لصفاء قلبك، فإن أصل القلب الصافية هم أسعد الناس. خطبة للشيخ الفاضل عبد الواسع السعيدي حفظه الله، كانت بتاريخ 13 من شهر شعبان لعام 42 و400 ألف الهجرة. وإليكم المادة المذكورة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها المسلمون الكرام، ها هو ذا شهر شعبان قد أوشك أن ينتصف، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر يدل على أن الله يرعى عباده ويدعوهم إلى توحيده وصلاح ذات بينهم، فقد روى الإمام، فقد جاء في صحيح الجامع من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يطلع، إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وروى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وهذا الحديث يتحد مع الأول في مسألة واحدة، وهناك مسألة ينفرد بها حديث أبي موسى، وهي أن الله جل وعلا تعم مغفرته ورحمته جميع خلقه إلا من اتصف بوصفين مانعين من قبول هذه الرحمة والمغفرة. الوصف الأول أمر يتعلق ويتصل بين الخالق والمخلوق، والأمر الثاني الأمر الذي يتعلق بالخلق فيما بينهم. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، جاء الاستثناء لمن أخل بالأمر الذي بينه وبين الله وهو توحيده وأعظم حقوقه على عبيده الذي من أجلهم خلقه وتعبدهم به
ودعاهم إليه ووعدهم بتحقيقه بدخول الجنات حيث النعيم المقيم في دار السلام. فقال: إلا لمشرك أو مشاحن، أي لمن صرف حقا من حقوق الله لغيره. وقد أسرفنا في هذا المقام ذكر خطبتين تضمنتا غربة التوحيد بكلام مفصل جامع يغني عن التفصيل في هذا المقام، ولكن لتعلموا على سبيل الإجمال والاختصار أن الشرك محبط للأعمال وماحق لها وجعلها هباء منثورا. فإن الشرك إذا دخل في الإيمان فشأنه كمخالطة ما يفسد العسل كالخل إذا دخل في العسل، وشأن المشرك إذا أدخل في عمله شركا كمن صلى بعد أن توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى فأتم صلاته وقبل أن يسلم أحدث، فإن صلاته باطلة. من أحدث في أي صلاة قبل أن يسلم فصلاته باطلة ولا إثم عليه. إذن على هذا إذا كان الحدث في آخر لحظة من أعمال الصلاة يفسد الصلاة فإن الشرك يفسد العمل يبطله ويجعل صاحبه من أهل النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الصنف ما تنفعه شفاعة أحد فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من أشرك واستمر على شركه ومات على شركه فهو من أهل النار قطعا ولا تنفعه شفاعة الشافعين. أما من وقع في الشرك أو القتل أو غير ذلك من المعاصي ثم تاب في حياته فإن الله قد ذكر أصول المعاصي في أواخر سورة الفرقان، فذكر الشرك والقتل والزنا وتوعد على ذلك ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي بعد الأعمال السيئة تلك، فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفور رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ولكن الآية مرادها هاهنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات مصرا على الشرك ولم يتب في حياته فمصيره إلى النار قطعا. وقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشركه. وهنا جاء المراد ببيان الظلم أنه الشرك أخذا من قول الله عز وجل في سورة لقمان حين أوصى العبد الصالح ولده قائلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، مع آية الأنعام حيث قال الله عز وجل: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، لأنهم أظلموا الظلم وأبطلوا الباطل وأقبعوا القبائح وأنكروا المنكرات ألا وهو الشرك، كما أن التوحيد أعدل العدل وأفضل الفضائل وأعلى المقامات. ويقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وكثير من الناس يظن أن الشرك بعيد عنه وأن الشرك ليس مرادا إلا في الأصنام، وقد ذهبت الأصنام والأحجار والأشجار والأنداد، وإنما هذا ظن خاطئ. فإن الشرك قد يقع بكلمة تقولها وقد يقع بنية تنويها، كمن يخاف من غير الله أعظم خوفه من الله،
ومن يحب غير الله أعظم من محبته لله، ومن يرجو غير الله أعظم من رجائه لله. هذه نوايا في القلوب لا تعتبر سببا في إبطال الأعمال. ولذا قال الله عز وجل ذاكرا شأن المؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن في ثانية واحدة قد يخرج المسلم من ملة الإسلام إلى دائرة الكفر بمجرد كلمة، كأن يقول يا ميت يا حجرة يا شجرة. هذا الدعاء يخرجه من ملة الإسلام، لا سيما إذا أقيمت عليه الحجة وقيل له بأن الدعاء هو العبادة. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله عز وجل ولا تدع مع الله أحدا. ولذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حين أتاه رهط وهم عشرة بايع تسعة وأمسك عن واحد أبى أن يبايع، قالوا يا رسول الله إنك بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، قال إن عليه تميمة، عليه حرز، عليه كتاب، عليه ودعة معلق لها دفعا للعين، قال إن عليه تميمة، أبى أن يقبل منه الإسلام، ولم يقل أبايع ثم أقول انزع، لا، إنما علمه التوحيد ونهو عن الشرك قبل أن يبايعه على الإسلام، قال إن عليه تميمة، فلما نزعت التميمة بايعه على الإسلام. كم من تمائم، كم من عزائم، كم من حروز، كم تعلقات بموتى ومقبورين، كم سحر وكهنة وعرافين، كم منجمين ومشعوذين، كم تجد من خرافات، وقد أفضنا في هذا فيما سبق ذكره في غربة التوحيد. وهكذا تأملوا في كلمة واحدة كيف عاتب النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب في كلمة واحدة، وذلك أنه في غزوة حنين خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة ومعه عشرة آلاف، فلما كان فتح مكة دخل أسلم ألفان من مسلمة الفتح، فخرج مع الألفين فصاروا 12 ألفا متوجهين نحو حنين. فمروا أثناء الطريق فوجدوا شجرة، هذه الشجرة كان المشركون يعلقون عليها سلاحهم، يقال لها ذات أنواط، يعتقدون أن هذه الشجرة تعتبر بركة حين يعلقون أسلحتهم عليها، وهم حديث عهد بإسلام أي مسلمة الفتح. فقالوا يا رسول الله حين مروا بشجرة يقال لها ذات أنواط، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا كما يعلقون بها أسلحتنا. قال الله أكبر إنها السنن، أو قال السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أي ستؤول هذه الأمة إلى عادات اليهود والنصارى والمشركين، بل جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمة بالمشركين، حتى تلحق فئام وقبائل من أمة الإسلام بالمشركين. وجاء في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يعبد اللات والعزى، وقد ذكرنا هذا في أشراف الساعة الصغرى. إذن سترجع اللات وقد ذهبت، وسترجع العزى وقد ذهبت. هذا الرؤيا يدل على أنه سيغلب على الناس الجهل وعدم العلم، وسيوجد للشرك من ينصره ويدعو إليه ويؤازره حتى يرجع الشرك كما كان. بل جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة كان صنما في أيام الجاهلية، هدم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، سيرجع في آخر الزمان،
وستطوف عليه نساء سمان بطان مؤخرتهن ممتلئة حتى تضطرب أليات أي عجائز ومؤخرة تلك النساء سمان بغير عقول وهن يضطربن حول ذي الخلصة فتركوا رب الأرباب ومالك الرقاب ومجري السهام وتعلقوا بما تحت التراب فأين ذهبت عقولهم؟ إذن على هذا إبراهيم إمام الموحدين يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على ذرية من بعده أن يعبدوا الأصنام. فمنها هنا كان المشركون هم الذين يبطلون أعمالهم، فمن وقع في قول أو عمل أو نية شركية وقامت عليه الحجة وأصر على باطله فإنه مشرك فلينتظر أمره. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لكم فاستغفروا الله الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، هذا هو الصنف الأول الذي يحرم ويمنع من مغفرة الله ورحمته، وهو المشرك الذي مات مصرا على شركه ولم يتم من ذلك. والصنف الثاني قال إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وقبل أن نذكر معنى المشاحن، اعلموا أن هذه الليلة القادمة التي ستأتي ليلة النصف من شعبان التي هي بعد غد، اعلموا أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو فعل صحابته ما يدل على تخصيص ليلها بقيام أو نهارها بصيام، وإنما هي ليلة من جملة الليالي، فمن كانت له عادة أن يصوم 3 أيام من كل شهر صامها ولا حرج عليه، ومن ليس له عادة بصيام أو قيام وخصها لأن الله يطلع فيها فلا دليل على التخصيص، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصها. فمن كان له عادة فليصم، ومن كان له عادة بالقيام فليقم، أما أن يخصصها بمفردها بصيام أو قيام فليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن نقل عن بعض التابعين، نقل عن بعض التابعين كما ذكر ذلك ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه لطائف المعارف، وهم 3 نفر بدأوا بإحياء ليلة النصف من شعبان، فكانت إذا دخلت ليلة النصف تجملوا واغتسلوا وأخذوا يعظمونها، فانقسم الناس بعدهم إلى قسمين، منهم من أنكر عليهم كلقمان بن عامر ممن كان يقيمها ومكحول وثالث، فأنكر الناس عليهم هذا الأمر لماذا أحيوها، وبعضهم قابل ذلك الأمر. والقول الراجح في هذا أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خص نهارا بصيام أو ليلها بقيام إلا من كانت له عادة فلا حرج. فإذا وردت فضيلة لليلة أو يوم فلا يلزم من ذكر فضلها أن تقام فيها عبادة إلا إذا دل الدليل الشرعي، فهذا يوم الجمعة يوم مبارك لم يرد دليل على تخصيصه بالصيام ولا على نهاره بالقيام، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، فلا يلزم من ذكر فضيلة زمن أن تؤدى فيه عبادة إلا إذا ورد الدليل الشرعي في تأدية العبادة فيها، ولا فقف حيث أوقفك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمكم الله أن من جملة الموانع المانعة من قبول الرحمة ونزول المغفرة حصول الشحناء، قال إلا لمشرك أو مشاحن. وفي الحديث المذكور آنفا أن أبواب الجنة كما عند الإمام مسلم تفتح كل يوم 2 وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لرجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. الشحناء البغضاء، وهي أن تقوم بين المسلمين تباغضات وتحاسد وتنافس وبغي وإثم، وأن يحل في قلوبهم إرادة السوء فتظهر على أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم،
ما يدل على التباغض، إن هذا التباغض بغير موجب شرعي يوجب منع الرحمة. إنما البغضاء لأهل الأهواء، إنما البغضاء لأهل الشرك، إنما نشاحن ونبغض من كان مشركا أو كان عاصيا أو كان فاجرا أو كان مرابيا أو كان شاهد زور أو آكل مال يتيم أو غشاش أو كذاب أو فاخرا بأحساب أو متكبر أو معجب أو عاقا لوالديه أو تاركا لصلاة، هؤلاء يبغضون في الله مع المناصحة لهم، فيبغض بقدر ما عنده من المعصية ويحب بقدر ما عنده من الطاعة، ومع ذلك تبقى حقوقه كمسلم ما دام أنه لم يخرج من ملة الإسلام، يبقى له حق السلام ويبقى له حق المناصحة وينصح في تلك المعصية، ومع هذا نحمل لهم شيء من البغضاء مع النصح لهم. وأما التشاحن الموجب للتقاطع، تشاحن بين الأزواج والزوجات، فكم دمرت من بيوت وأسر أفسدت العلاقات الزوجية، فبين الرجل وبين زوجته تهاجر وتخاصم لينظر هذان الزوجان، إن الله لا يقبل أعمالهما حتى يصطلحا. آن الأوان للصلح بين الرجل وامرأته، أن تتقي المرأة ربها في حق زوجها، وأن يتقي الرجل ربه في حق زوجته، وأن يصطلحوا قبل أن ترد أعمالهم، وقبل أن يتسببوا في إيجاد العقد النفسية بين أبنائهم وبناتهم فينشؤون وتصبح أحوالهم ذكريات. عند الأبناء كان أبي وأمي يتضاربان وكانوا يتلاعنون وكانوا يتسببون، آن الأوان للصلح وصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. شحناء قائمة بين الإخوة والأخوات في بيت واحد، تتناحر الأخوات، يتباغض الإخوة فيما بينهم والأخوات فيما بينهم، وقد تتباغض الأخوات مع الإخوة والإخوة مع الأخوات أسابيع لا بل شهور لا بل سنوات في بيت واحد، يجمعهم سقف واحد ومع هذا يتباغضون، ولا ينظر بعضهم لبعض ولا يحب بعضهم بعضا ولا يأنس بعضهم لبعض، إلا عند الضرورات الملحة تكلموا بقدر الحاجة والبغضاء في قلوبهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأزيلوا تلك الخيوط الشيطانية والحظوظ النفسية واصطلحوا، فإن الصلح خير كما قال الله عز وجل والصلح خير. شحناء قائمة بين الأعمام والعمات والأخوال والخالات، شحناء قائمة بين الآباء فيما بينهم، شحناء قائمة بين الأسر والأفراد والجماعات، شحناء قائمة بين الجيران، شحناء قائمة بين أصحاب التخصصات في كل مجال، بين أصحاب البسطات، أصحاب الشوارع، أصحاب المحلات، بين تجار، بين أطباء، بين أمور وغير ذلك، شحناء قائمة في أوساط المجتمع لا تنبع عن حقيقة الشحناء إلا إذا اختلى أبدى ما في نفسه. متى تأتي الرحمة وعلى من تنزل الخيرات وتحل البركات وتلك النفوس تحمل تلك الحظوظ الكبيرة والمقاصد الشريرة؟ يا عبد الله يا عبد الله، آن الأوان لأن تتوجه ورأسك مرفوع وحظك عالي إلى خصمك فتستحل منه، إن كان أصبته في عرض أو مال توجه إليه وتحلل، لن يزيدك الله إلا عزا. جاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في حديث ابن عباس: اسمح يسمح لك، اسمح يسمح لك، أي اسمح الناس واعف عنهم يسمح الله لك إذا وقفت بين يديه، فتقول يا رب أنا سمحت عن فلان اسمح عني، يسمح عنه. إذا جزاؤك ما يسامحك فقط خصمك، إن جزاءك عند الله أن الله يسامحك، وما أحلى تلك المسامحة في تلك المواقف، ما أحوجنا إليها أن يسامحنا ربنا بين يديه، هذه المسامحة التي بعدها النجاة، وأما الدنيا فالأمر سهل. وجاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر: الإيمان الصبر والسماحة، أي حقيقة الإيمان أن تكون صبورا سمحا. وجاء في لفظ آخر: أفضل الإيمان الصبر والسماحة، تصبر عن فلان وتسمح عنه، قريب بعيد، أخ والد ولد زوجة ما كان، أفضل الإيمان الصبر والسماحة. وجاء في السلسلة الصحيحة
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر ثلاث كلهن حق، يا أبا بكر ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله، أي يعفي عنها، ما من عبد ظلم بمظلمة، قد يظلم في عرضه بكلام باطل، قد يضرب ماله يؤخذ بالباطل، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، إلا أعز الله بها نصره، أي حين عفى وتغاضى أعز الله نصره. وقال في تمام الحديث: وما فتح رجل باب عطية، أي يعطي ويتصدق، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة، صلة رحم، يعطي عطاء لرحم لقريب بعيد، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، أي كلما أعطى زاده الله كثرة. وهذا موافق الحديث الصحيح: من أحب أن يفضله في أسأل رزقه وينسأل في أذى فصل رحمه. وصاع النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحة أنه قال: رحم الله عبدا. هذه دعوة، دعوة لمن؟ لمن يذهب فيطلب من أخيه أن يسامحه. رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة، أي كان عندي ظلم، ظلمت إنسان، رحم الله عبدا كان عنده لأخيه مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله، أي جاء عنده قال له: سامحني ما كان منك، عفى الله عنك، وما كان مني اعف عني. قال: رحم الله عبدا كانت عنده لأخيه مظلمة فجاء من في عرض أو مال فجاء فاستحله، فجاء فاستحله. إذن أنت حين تذهب دعا لك النبي عليه الصلاة والسلام تطلب العفو من زوجة، أو تطلب الزوجة من زوجها، من والد أو من ولد أو من أخ أو من جار أو من صاحب، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك، فأنت تمشي والدعوة تسابقك. رحم الله عبدا، أنت تسير في الرحمة ما تسير في الذلة. إلى جانب هذا قد يقول قائل: نكسوا رأسه رجع ذليل إلى عند رجلي، لا، أعزه الله، قال: إلا أعز الله بها نصره. وإن كان سفيه يريد أن يوقد النار ويرمي حطب البغضاء فيقول: جاء إلي وخضع عندي، اعلم بأن حظك عند الله، قال: إلا أعز الله بها نصره، فأنت المنصور وأنت المؤيد، بل إذا رأيت خصمك ينافسك ويتكلم عليك وأنت تسكت فإنك مؤيد. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وبجانبه أبو بكر، فجاء رجل فقال بعض القول السيء على أبي بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يبتسم والرجل يكرر، وأبو بكر صامت والنبي عليه الصلاة والسلام يبتسم، فرد عليه أبو بكر بعض قوله على هذا الرجل. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، لقد قال في ما قال، وإنما رددت عليه بعض قوله. قال: كان عند صمتك، بمعنى الحديث، كان عند صمتك ملك، أي وكل الله ملكا يرد عليه، فما قال الرجل كلمة إلا رد عليه الملك يدافع عنه وأنت صامت. فلما تكلمت حضر الشيطان، فما كنت لأقعد في مقعد، مقعد كان فيه شيطان. إذن على هذا إذا رأيت السفيه يتكلم وأنت تبتسم، تذكر أن الله سيؤيدك بملك، ملك يرد عليه، وأنت المؤيد المنصور. فمن أراد أن تنزل به الرحمات وتحل بساحته المغفرات في هذه الأيام المباركات، فليوحد ربه وليعلم حق ربه وليعفو ما بينه وبين الناس. فمن استطاع أن يبيت وقد محى ما في صدره من أنواع البغضاء فليعلم أنه أفضل الناس. قال: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هيئ نفسك من الآن
أن تطهر قلبك. ريح نفسك، ريح نفسك مما يأكلك في صدرك ومما يأكل في قلبك، وتعامل مع الله، اجعل القلب سليما لله، صفه لأنه محل نظر الله، واجعل ما بينك وبين عباد الله لله. إذا جاء الناس إلى فرن قالوا هذا الجاه عندك سامح، فاعلم أن قدر الله ووقاره أعظم من عباد الله، لأن الذي يدعوك إلى السماء هو محمد صلى الله عليه وسلم يرضى عنك ربك. هيئ نفسك لصفاء قلبك، فإن أصحاب القلوب الصافية هم أسعد الناس. أسأل المولى جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكرمنا وإياكم بتوحيده وطاعته ومحبته واتباع نبيه. اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفتن والفحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم لا تجعل في قلوبنا شحنا لأصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من خلقه إلا فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. اللهم أمنا في ديارنا، وأمنا في يمننا، وأمنا في أوطاننا، وادفع عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم
بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر.